رحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي متابعات قناة وصفة الزهرة الوردية، كدايرات لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي لكم هذا الفيديو ضحكات نشطة يا رب العالمين. اول حاجة كنقول لكم رمضان كريم، والله يجعل هذا الشهر ديال مغفرة الذنوب، والله يسهل عليكم يا البنات. اي وحدة نوات شي حاجة في خاطرها الله يحققها ليها، اللي بغات تزوج يا ربي ما يجي العيد صغير حتى يلقاها يعني في دار راجلها، اللي عندها شي مشاكل مع الراجل الله يفتح عليها مشاكل الدنيا والاخره، والله يفتح عليها كرب الدنيا والاخره يا رب العالمين. اي وحده مغبونه ولا يعني عندها شي مشكله كيف ما كانت صغيره وكبيره يا ربي تفرجها عليها في الدنيا وفي الاخره. راه بنادم واخا تيبان لكم كيضحك وكل شيء ولكن راه ما علم بيه غير الله سبحانه وتعالى، والله يتاويكم في الخير يا حبيباتي. وكيف ما قلت لكم الله يدير لكم الطريق في الضيق. واش غنقول لكم الناس اللي كتقول لي عافاك اختي ورديه واش الوصفات كينجحوا في رمضان؟ الوصفات كينجحوا في رمضان تاع المحبه، كاين وصفات يعني كتدار لهذا الشهر الكريم يعني واعره بزاف. الناس اللي كتقول لي لا غير في الليل الوصفات ما كينجحوش في رمضان، الله يهديكم الدريات، راه انا فايتكم سنين في هذا الماجل. ما تجيش شي وحده تقول لي لا ما تنجحش الوصفه ولا شي حاجه، لا الوصفات كينجحوا ولكن ماشي كامل، يعني داكشي علاش كتلقاي ليه 29 كيكونوا كثر الوصفات حيت تما كيكون الخدمه مجهده، وحتى في رمضان كتكون خدمه زوينه يعني البنات اللي بتحيد الثقه ديالها، اللي بتفوسخ داكشي اللي عندها، اللي بدير محبه بينها وبين شي واحد. هنا هاد الوصفات كيخدموا بالجهد. اليوم جبت لكم البنات الوصفه بالتصويرت، يعني ان شاء الله هاد الوصفه تكون بصوره الحبيب ولا تصويرت بالكابي ولا كيف ما تنقولوا لي حنايا تيبو شلاغم، ديرها لمراه راجلها ولا ديرها لبنت لحبيبها. اول حاجه البنات هاد الوصفه راه خطيره، محبه دائمه يعني واعره بزاف. غير وكان البنات ما ديرهاش لشي واحد ويتفلى عليه يبدا هو لاصق فيك، الا راه سبحان الله الوصفات ملي كديرهم بنيه يعني ما زويناش راه كيتقلبوا عليك، ملي كدير الوصفه بنيه يعني خبيثه كتقلب عليك الوصفه. دائما الوصفه ملي تبغي ديريها ديريها بنيه طيبه، ما ديريهاش ماشي تكوني عشاقه من لا، ديريها للبنات ملي انت باغيه الحلال وديها المراه راجلها، يعني راه المراه كي ديرها للزوج ديالها فهي باغيه غير تزيد محبه بيناتهم. فالتصوير في هذه الوصفه ان شاء الله غادي نحتاجو تصوير الحبيب ولا تصوير بوركابي ولا الزوج ديالك. بزاف تاع البنات كيقولوا لي حنا ما عندناش صوره الحبيب ديالنا، الله يهديكم الدريات الله يهديكم العيالات، واش كاينه دابا شي وحده ما عندهاش التصوير؟ راه التصويره يعني التصاور ولاو مطليين في الفيسبوك في داك الانستغرام في ممشي حتى كاين التصاور، يعني بلا ديك الهضره الخاويه تاع اللي ما عنديش التصويره. ومن الاحسن البنات تكون التصويره كامله، يعني التصويره يكون فيها السيد واقف، السيد يكون السيد فيها واقف، التصويره كامله البنات. وكنحتاجو الحبه السوداء ولا حبه رشاد كل واحد كيقول ليها، الحبه السوداء ولا حبه رشاد كل واحد كيقول ليها، ما كاينش شي مشكل. كيف ما قلت لكم التصاور عطاهم الله، كيف ما قلت لكم كنحتاجو تصويرة بوركابي ولا صورة الزوجة ديالك تكون صورة كاملة يعني مبين فيها الوجه والجسد. كنحتاجو حبة البركة أو الصانوج، يعني كاين اللي كيقول حبة البركة وكاين اللي كيقول الصانوج، تروحي عند العطار وتلقيها إن شاء الله. وكنحتاجو واحد المكون حتى هو اللي هو العسل، العسل البنات دائما كيف ما تنصحكم يكون عسل، يعني داك العسل كيف ما قلت العسل الحر، الا ما كانش متوفر عندك ماشي مشكل ديري تعوضيه بالعسل العادي، ولكن كيف ما كنقول لكم دائما من الاحسن انا كنعطيكم دائما الحاجه اللي كتكون يعني البديل ديالها. وكنحتاجو كذلك البنات خيط يكون خضر، خيط يكون خضر، خيط يكون خضر البنات ضروري الخيط يكون خضر. وهاد الوصفه راه ساهله، دائما تنفكر في البنات اللي كاينين في القربه، البنات اللي ما عندهمش بزاف المكونات، هادشي راه متوفر في اي بيت، ما تقولش لي الحبه السوداء هي اللي يعني ما كايناش، ولكن راه متواجده في الاسواق يعني في اوروبا في اي مكان، يعني في الخليج اي مكان. اول حاجه البنات كلي كتفطروا، ملي كتفطروا البنات كتهزوا التصويره ديال الزوج ديالك او تاع الحبيب ديالك ملي كتفطر كيودر المغرب. يعني بالنسبه للبنات يمكنكم تخدموها في رمضان ويمكنكم تخدموها بعد رمضان، ما كاينش شي مشكل. يعني الا كنتي في رمضان غير يودر المغرب تفطري البنات، تفطري سمعيني مزيان، يعني تفطري وديريها البنات، ديريها التصويره تحت حاجه تكون ثقيله، ديري التصويره تحت حاجه تكون ثقيله، يعني حتى دابا مفهوم يعني تكونوا فاهمين.
شي حاجة تقيلة بمعنى يعني تكون يعني بوطة ولا ماريو نحطها تحت البوطاجير ولا تحت الكامة، يعني المهم شي حاجة تكون ثقيلة والتصويرة ما تكونش كتشوف هكا، تكون بحال هكا يعني الوجه يكون التراب وتكون حاجة ثقيلة بحال هكا، يعني الحاجة الثقيلة تكون هكا على 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 التصويرة، يعني الوجه كيشوف في التراب وانتي حاطة رجليك عليها. البنات اللي خدموا الوصفة في رمضان يعني بعد الفطور غير تفطري تهزي التصويرة تحطيها يعني تحت حاجة تكون ثقيلة، يعني كيف ما بتكون هاد حاجه بوطه يعني ماريو يعني تحت شي ماريو، المهم الوجه يكون في التحت. غير تخلوها البنات نهار ليله كامله، ليله كامله تخلوها البنات في هذاك في سميتو، تخلوها في تحت الحاجه الثقيله، يعني نتوما بعد الفطور يعني غير تفطروا تصلوا العشاء بحال هكاك مع الليل هتهزوا التصويره تحطيها تحت حاجه تكون ثقيله، فهمتوني؟ الغد الاخر في نفس يعني الغد الاخر في الصباح سمعوني مزيان، الله يسهل عليكم سمعوني مزيان، يعني الغد الاخر في الليل يعني مثلا دابا راه التصويره هزيتها يعني مع غير صليت العشاء عاد هزيت التصويره غادي تحطها تحت حاجه ثقيله، الغد الاخر عند يعني عند في نفس الوقيته في نفس الوقيته البنات تهزي ديك التصويره، سمعوني عافاكم مزيان تهزي ديك التصويره، نهزو البنات ديك التصويره نحطوها في المؤخره ديالنا في الليل، نحطوها في الكيلوت ديالنا او في السليب او في الملابس الداخلية ديالنا يعني في المؤخر ديالنا، نحطوها في الفراغ ديالنا هذيك التصويره ونخلوها حتى الصباح ونحيدوها، توصل عاوتاني الليل نديرو نفس العمليه نهزو التصويره نحطوها في المؤخره ديالنا، يعني نباتو بها تحطيها في الكيلوت ديالك، تحطيها في الكيلوت ديالك ولا في الملابس الداخلية ديالك وتباتي بها ليله كامله حتى الغد في الصباح وتحيديها لمده 3 ايام، مدة 3 ايام يعني كتحط يعني نهار الاول اش كدير نهار الاول كتحطي التصويره تحت حاجه ثقيله حتى الغد الاخر في الليل تحيدي ديك ديك التصويره تحت حاجه ثقيله وتحطيها في الكيلوط ديالك وتباتي بها، في الصباح تحيدي التصويره تحط تخبيها في بلاصه حتى يوصل عاوتاني الليل وتحطيها في الكيلوط ديالك، مدة 3 ايام، مدة 3 ايام البنات. في اليوم البنات الرابع، اليوم البنات الرابع في الصباح، اليوم الرابع بعد في الصباح تحطوا التصويره في الارض، ولكن قبل ما تحطوا التصويره في الارض كنهزوا شويه العسل، تنهزوا ديك التصويره بحال هكا تندهنوها بشويه العسل، تندهنوها كامل الوجه ديالها كنحطوا كنهزوا الوجه ديالها كندهنوه بالعسل وتنديروا فوقها الصانوج، كنديروا فوق ديك التصويره بحال هكا الصانوج وكنطويو ديك التصويره بحال هكا كنطويوها تنطويوها بحال هكا التصويره يعني نكردو عليه هذا الخيط يكون الخضر، هذا الخيط الخضر نكردو عليه ديك التصويره، يعني التصويره ديرها هنا بالعسل وديري فوق هذاك الصانوج وتكرديها هكا تكرديها بخيط يكون خضر تكرديها يعني ديري عقده والتصويره ديرها بحال هكا في التراب بحال هكا في التراب، الوجه يكون شو يشوف التراب وديري عليه رجليك وديري رجليك على التصويره وانت كتقولي هاد العزيمه، سمعوا البنات مزيان حيت شحال وحده كتقولي ما كتكتبيش لينا العزيمه راه ما كيكونش ليا الوقت، انا ملي كنلقى الوقت راه كنكتبها لكم في صندوق الوصف، كتقولي حطيتك في العانه وتحت قدامي باش غير تشوفني تزيد قدامي ما يهدى ليك بال وما تاكل ما تشرب حتى تكون حلالي شو يكون شوار شواري والكلام كلامي انا فلانه بنت فلانه، يعني سميت الراجل ديالك ولا البركابي ديالك وسميت امه انا ما عرفتش سميت الام ديالو كتقولي غير ابن حوان كتقولي وديك التصويره تحت رجليك كتقولي سبع المرات كتقولي فلان ولد فلانه حطيتك في العانه وتحت قدامي باش غير تشوفني تزيد قدامي ما يهدى لك بال وما تاكل ما تشرب حتى تكون حلالي يكون الشوار شواري والكلام كلامي انا فلانه بنت فلانه، كتقولي هاد الكلام سبع المرات فلان ولد فلانه سميت الحبيب ديالك واسم امه مثلا اسمه محمد ابن مريم تقولي محمد ابن مريم ما عرفتش سميت ام ديالو حتى المزوجه ديرها الراجل كديري ابن حوان فلان ولد فلانه حطيتك في العانه وتحت قدامي باش غير تشوفني تزيد قدامي ما يهدى لك بال وما تاكل ما تشرب حتى تكون حلالي يكون شوار شواري والكلام كلامي انا فلانه بنت فلانه. من بعد البنات ديك التصويره كنهزوها البنات كنخبوها في شي بلاصه يعني شي بلاصه ما يوصلها حتى واحد، يا اما ندفنوها يا اما يعني نخبوها بين حوايجنا، وديك التصويره كتكون مكروده بداك الخيط الخيط الخضر يعني كتكون مكروده مزيان وكتحطها في شي بلاصه، ولا كاع خافتي شي واحد اللي يشوفها غتهزي ديك التصويره وتطبخيها في الماء حتى تفتت ما يبقى فيها حتى شي اثار، هذه هي الوصفه البنات واعره بزاف وجربوها وردوا عليا الاخبار راه عطيتها بزاف يعني
البنات الله يسهل عليهم ويجحت معاهم الوصفة، والله يسهل عليكم ويفرج عليكم يا رب العالمين.